هذه سيارة مخدوشة بفعل فاعل. الفاعل لا يدري بأنه سيحاسب على هذا يوم القيامة. هناك فرق ما بين الحكومة والديانة. الحكومة باختصار أن يتم القاء القبض عليك والحكم عليك، وهذا في الدنيا. أما الديانة فهو أن يحكم الله عز وجل عليك في الآخرة. المسألة في ذمتك. وأكبر المشكلات اللي قد يواجهها الإنسان هو أن تكون مشكلته مع الناس في الآخرة. ندخل الآن إلى إحدى المدارس الخاصة زيارة. دائما عقاب الدنيا أخف من عقاب الآخرة، والناس ما يتنزلون يوم القيامة. لذلك على الإنسان دائما أن يتحلل من حقوق الناس في الدنيا قبل الآخرة، وإلا ندم يكون كالتالي. في الآخرة العملة المستخدمة هي الحسنات والسيئات فقط. فالمرء يأتي يوم القيامة بجبال ضخمة من الحسنات، ولكن يتفاجأ بأن له غرماء، ناس أخر معاملاتهم، ناس ضيق عليهم، ناس أهانهم، ناس ظلمهم، ناس اغتابهم، فلان مالك منه، فلان فيه وفيه وفيه وفيه. أبشر يوم القيامة بالسوء. وناس أخرتهم عند باب مكتبك يا صاحب الجلالة ومسوي روحك إمبراطور، أبشر بالسوء. معاملة وضعتها في الدرج وسكرت عليها لأنها راح تعطل مشروعك اللي أنت فاسد فيه مع غيرك. إبرة أدخلتها في يد مريض وأنت ممرض أو طبيب، وقصدك فقط إذا وإلى ما مع عملية العلاج. ضرس خلعته من مريض والبنج ما بعد يستقر وأنت تعلم بذلك، مستعجل. شخص استهزأت فيه يوم مر ضحكت، رميته بكلمة، أو شفته في جريدة أو في مجلة أو في تلفزيون، شمت بإنسان وقع في مصيبة، وقع في ابتلاء، قمت تضحك عليه، قلت قلعته، اضحك عليه. شخص بسيط عامل عندك، صديق أو جار، استخدمته استخدام هزء، إذا جاء تستهزئ فيه. الاتصالات اللي تجيني تقرع الأفكار، لن أبغى أمثلة، وإذا عندكم أمثلة أعطوني إياها لو نتم الصبح الجاي. واحدة أخذت فستان أخرى وراحت به الزواج وما اعتنت فيه وأهملته ورجعته لها مشكوك ومقطع، أو في قلم استعرته من شخص بتخلص ببعض الإجراءات ونساء عندك، وانت استحليت القلم وقلت راح قلم طيب وجيد وخليته عندك وتركه، وطبعا بدون ما يرضى الطرف المقابل، والطرف المقابل استحى منك طبعا قلم، ثوب، غترة، سيارة، بيت، عمارة، أرض. استخدمت واحد في خدمات، افعل لي كذا، سوي لي كذا، خلص لي كذا، اطبع لي كذا، جهز لي كذا، وبخست حقه، ما أعطيه، وأنت ما ربحت، ولكنك استفدت منه، أتعبته، أشغلته، أخذت من وقته، وقت عياله، وماله ومال عياله. فأبشر، أبشر بالسوء يوم القيامة. وأيضا أجار أو حصة أخرتها على شريكك، وحضرتك فرحان تتابع أفلام فضيحة فلان، فضيحة علان، الفنان، الفنانة، الشيخ، الصالح، الطالح، وتلقائيا نشر في وسائط التواصل الاجتماعي أبشر بالسوء وبعظائم الأمور. وزحمة بتكون، زحمة بتشوف مئات وألوف وملايين الأشخاص يمشون وراك. ليش؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بشر
صاحب السوق بالسوق. تراها مصيبة، تحلل في الدنيا قبل الآخرة.